Nathan walks out the door. طمني يا صديقي. هديك انا ما اعرفش بس محتاج مساعدة. اتفضل اقعد. حاضر. مش هيقدر يقابل زوار دلوقتي بس انا محتاجة مساعدته فعلا. تمام اشوفك بعدين بقى. هستنى هنا صح؟ دكتور. هل هعرف اعزف تاني بيانو ولا كده خلاص؟ ظريف جدا يا ويليام، يلا عد. ماشي، بعزف حاجات بسيطة. لا بجد بعزف زيها. زي ما انت شايفة هو هيكون كويس، اختفت الحمى خلاص. حلو فل تمام، انا لازم امشي واصلح حاجات. زي ما قلتلك ويليام مدين بحياته ليك. بوزر مش مديون لي، انا اللي مديون له. انا انقذت 2 تانيين، ادي ومية كانوا هيموتوا من غير المضادات الحيوية. انت كان لازم تعرف. شكله احسن. يا ريت تشتري. قاتل كل منطقة التفشي دي. أنا أكيد قريب معش عشان أنا أوبراين. أنا عند مركز الاتصال برا عند معسكر روج. يا رحال، سين جون أقصد، عالم. ليه أنا هنا؟ شايف مروحية جاية الموقع دلوقتي، استعد. أوبراين حول. عشان كده أنا هنا. سين جون المفروض يكون وصل عندك دلوقتي، شايفهم؟ أيوة صعب ما تشوفهمش. عايز نعمل إيه؟ خليك قريب من الباحثة وافتكر إني مش عارف أعترض بياناتهم إلا وإنت جنبهم. عايز طيب حالة. المرة دي عايزة تزرع جهاز التتبع في الهليكوبتر بتاعتهم. تمام، يلا نخلص. طيب تمام، لازم احط جهاز التتبع على الهليكوبتر هنا. تمام يلا يا شباب، لازم نتحرك حالا. المكان فاضي، مش هخليهم يشوفوني. انت عارف يا ترى بتعملوا ايه هنا يا شباب؟ ها، انا
افتكرت انكم هتزودوا بنزين من محطة اول بلت. لو ما خدتش بالك الاشارة بتقول البنزين غير، لكن لا شكلكم كده مش اهو اهو. ملاحظة 2060، عملنا فحص أو على 24 موقع تفتيش بما فيها المناطق اللي في ماريون فوركس ومقابر بايونير وموقع تقطيع الخشب في طريق كاسكيد ومحطة الشاحنات على طريق بيل ناب القديم. كان اسمها ايه؟ كريزي ويلز. ايوه كانت مصدية وزحمة. حاجة في العالم القديم ما وحشتنيش. كريزي ويلي جنوب بركان بيل ناب. سؤال يا دكتور. طبعا انا مش مشغولة خالص. عيشش هم ليه بيبنوها؟ ما نعرفش. هم ليه بيبنوها في المباني والاماكن الاثريه والكباين؟ عندنا نظريه بتقول اقصد بيبنوا في اماكن غير بتاعه الحيوانات زي الشجر والطل والحاجات اللي زي كده. انا سمعت حاجه. ملاحظة 2060، عملنا فحص على 24 موقع تفتيش بما فيها المناطق اللي في ماريون فوركس ومقابر بايونير وموقع تقطيع الخشب في طريق كاسكيد ومحطة الشاحنات على طريق بيل ناب القديم. كان اسمها ايه؟ كريزي ويلز. ايوه كانت مصدية وزحمة. حاجة في العالم القديم ما وحشتنيش. كريزي ويلي جنوب بركان بيل ناب. سؤال يا دكتور. طبعا انا مش مشغولة خالص. عيشش هما ليه بيبنوا؟ ما نعرفش. هم ليه بيبنوها في المباني والأماكن الأثرية والكباين؟ عندنا نظرية بتقول أقصد بيبنوا في أماكن غير بتاعة الحيوانات زي الشجر والطل والحاجات اللي زي كده. خلص؟ آسف. الرجالة اللي في المعمل عندهم نظرية متأكدة إنهم هيجولك السكنات عشان يكلموك عنها. مش ممكن. كنت بسأل. أنا ليا رأي. عارفة ما كنتش دايما عسكري. ملاحظة 2060، عملنا فحص على 24 موقع تفتيش بما فيها المناطق اللي في ماريون فوركس ومقابر بايونير وموقع تقطيع الخشب في طريق كاسكيد ومحطة الشاحنات على طريق بيل ناب القديم. كان اسمها ايه؟ كريزي ويلز. ايوه كانت مصدية وزحمة. حاجة في العالم القديم ما وحشتنيش. كريزي ويلي جنوب بركان بيل ناب. سؤال يا دكتور. طبعا انا مش مشغولة خالص. عيشش هما ليه بيبنوها؟ ما نعرفش. هما ليه بيبنوها في المباني والأماكن الأثرية يا مدني أنا مش هكرر تاني. أنا مش عايز مشاكل. يا خبر ده هياخد وقت.
مفيش مشكلة كبيرة. يا ريت في بنزين نرجع. اليوم كان صعب جدا. البنزين هو أقل. أهو أهو. ملاحظة 2006. عملنا فحص على 24 موقع تفتيش بما فيها المناطق اللي في ماريون فوركس ومقابر بايونير وموقع تقطيع الخشب في طريق كاسكيد ومحطة الشاحنات على طريق بيل ناب القديم. كان اسمها ايه؟ كريزي ويلز. كانت مصدية وزحمة. حاجة في العالم القديم ما وحشتنيش. كريزي ويلي جنوب بركان بيل ناب. سؤال يا دكتور. طبعا انا مش مشغولة خالص. عيشش هما ليه بيبنوها؟ ما نعرفش. هما ليه بيبنوها في المباني والأماكن الأثرية والكباين؟ عندنا نظرية بتقول أقصد بيبنوا في أماكن غير بتاعت الحيوانات زي الشجر والطل والحاجات اللي زي كده. خلصت؟ آسف. الرجالة اللي في المعمل عندهم نظرية متأكدة إنهم هيجولك السكنات عشان يكلموك عنها. مش ممكن. كنت بسأل. أنا ليا رأي عارفة؟ ما كنتش دايما عسكري. ممكن أكمل؟ أكيد. جنوب فتحة بركان بيل ناب في شوية مناطق في براري بيل ناب ما تفحصتش بسبب قرب المسافة بين مواقع التعشيش ومخيمات البشر، خصوصا معسكر كبير فيه. يا نبي يا سلامي الصورة. أيوة سلام. ثم لما صار مولد هيرودوس رقصت ابنة هيروديا في الوسط فسرت هيرودوس، من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها. قالت أعطيني طبق رأس يوحنا المعمدان. اسم المنتجع غريب. زفت. تاني في حاجات من العالم القديم ما وحشتنيش. تحميل خلص. طيب الكتاب وهم كمان بيقروا منه حاجات دلوقتي أكيد لطيف. بيسافروا مسافات كبيرة وعندهم وقت يقروا. مش ممكن يا أبرا. خلصت. تمام تمام. دلوقتي لازم أخرج أقوم أي حاجة تشوفه. ده مش دوري قادة الأعمال. دايما في شك. فاضل قد إيه؟ مش عارف. إحنا خلصنا اللي الدكتور عايزه. براين، براين انت هنا؟ مش قادر اتكلم دلوقتي. براين انا زهقت من المساعد بتاعك يا براين. حاجة؟ تيك سمعني؟ خرجت من العيادة النهاردة. أدي أنت سمعك مني شكاوى تكفيها بقية حياتها. اخبر دراعك. يعني نسبة 50%. آسف مزاجي مش رايق. تصدق أنا لسه حاسس بإيدي اليمين. متهيألي بيسموه وهم الأطراف. تمام كنت بتقول إيه؟ أيوه ده اللي قالته أدي. بس الموضوع صعب جدا. حاسس بألم في مفاصل صوابعي فاهمني؟ كأنك سايق مدة طويلة وإيدك وقفت ولما بحاول أرخيها. ما علينا. أنا مضطر أمشي. سكيزو كلفني بشغل في المزرعة. شوف لو أقدر أدفع ثمن المساعدات اللي أخدتني هنا. سلام. سلام. اتحرق يا مسخ اتحرق اخيرا.
يلا يلا يلا. أعمل كل حاجة. تمام. هو فين؟ الشحقير أكيد أنا قريب. ها
أخيرا ده حصل. يا ريت تشتري. كنت بشوف. تمام هحميك. طيب